السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بتصحيح الامتحان الجهوي مادة علوم الحياة والأرض مستوى ثالثة إعدادي سنة 2023. دونك بالنسبة لهذا الامتحان تيخص جهاز مراكش آسفي، كانوا فيه أربعة ديال الصفحات. الصفحة الأولى الجزء الأول فيها كان هو لا غاستيسيون دي كونيسونس، 8 نقاط تسكن دائما عليه، وأول شيء فيه كان هو لا ديفينيسيون. طالبين منكم ديروا لا ديفينيسيون ديال لا فيبر ميسكولار مع لي ميكرو. دونك بالنسبة لا ديفينيسيون ديال شاك مو من هادو ولا نامبورت كيل نوسيون، اي تعريف بغينا نديروه كنقولوا بعد لا ناتور ديال هذاك لو مو اللي بغينا نديروا لا ديفينيسيون ديالو، وعاد باش كنزيدوا عليه دي بروبريتي وحدين اخرين. مثال الا بغيتي تعرف الماء كتقول في الاول بانه سيتان ليكيد، يعني لا ناتور ديالو. عاد باش كتزيد لي بروبريتي الاخرين كتقول الي تان كولور، ما عندوش لا كولور، نا با دو دور، اي نا با دو سافور. دونك هادو المسائل اللي تبقى تزيد من بعد. دابا بالنسبه لا فيبر ميسكولار حتى هي بغينا نديرو لا ناتور ديالها. اذا في الاول غادي تبدا تكتب ليا اما سيتون سيلول ميسكولار، يعني عباره عن خليه. هاد لا فيبر ميسكولار هي خليه عضليه، وتزيد تهضر عليها تقول مثلا بولينيكليار، عندها بزاف ديال النوايو ايتترا، ولا تقول سيتون يونيتي ستركتورال اي فونكسيونيل دو ميسكل ايتترا. ستركتورال اي فونكسيونيل، يونيتي ستركتورال اي فونكسيونيل، يعني انها سيتون سيلول. داكور، المهم كاع اللي بديتي بهم راه صحيح، وتكمل من عندك بطبيعه الحال دوتر بروبريتي اي دوتر كاركتيريستيك ديال لا فيبر ميسكولار. بالنسبه لي ميكرو، لي ميكرو ولا لي ميكرو اورغانيزم، راه نفس الشيء التعريف ديالهم. غادي نقولوا عباره عن ماذا، يعني غنقول سو سون دي زيتر فيفو ميكروسكوبيك، ونكمل مثلا نقول بوف ديتر سوب ديفيزون كاتر غروب، فيروس، شامبينيون ميكروسكوبيك، بكتيري، بروتوزوار، ولا نقدر نزيد دوتر انفورماسيون بيان سور بور كومبليتي هاد لا ديفينيسيون. هذه عليها 0.75، هذه عليها 0.75، توتال هو 1 اونس. ندوزو لهنايا، قال لك عطينا لو مو كونفونابل بور شاك اليمون. هاد الاولاني راه هو لا غاسين بوستيريور، تقدر تسميها كذلك غاسين دورسال، كلهم مقبولين. الحاجه الثانيه دوزيام اليمون هو لا غاسين اونتيريور، كتسمى كذلك فونترال. بالنسبه للنيميرو 3 سي لا سوبستانس غريز، و 4 هي لا سوبستانس بلانش. دونك 0.25 على كل واحده من هادو. بالنسبه للجزء اللي متعلق بفري او فو، هنايا الجمله الاولى غادي نكتبوا فيها فو، حيت هنا قال لك لا سيناتس نورو موسكولير اسيغ لا كونيكسيون اونتر دو نورون، لا اونتر نورون اي اون فيبر ميسكولير، دونك هادي راه فو. الثانيه فري، لي شوفمون سبورتيف ريدوي لو ريسك دو ديشيرور ميسكولير، الا درتي تسخينات كتفادى التمزقات العضليه. والجمله الثالثه هي صحه ليلاستيسيتي اي لا كاباسيتي دو ميسكولار روتروفي سا لونغور انيسيال ابري سون ايتيرمون، يعني ملي كيتير العضله كترجع كيما كانت، هذه هي ليلاستيسيتي. والجواب الرابع فهو فو. علاش؟ لان لو نير سونسيتيف قالنا يل كوندوي لانفلو نيرفو موتور، سي فو، حيت لو نير موتور هو اللي تيدير لا كونديكسيون ديال لانفلو نيرفو موتور. ندوزو للجزء الاخر اللي هو كومبليتي لو فيد باغ لو مو كونفونابل. عندكم هنا 6 الفراغات و6 ديال الكلمات. الكلمه الاولى غادي تكون هي ميكروب باتوجين، باش تكون عندك الفقره كالاتي: لا بروتيكسيون دو كور كونتر لي ميكروب باتوجين اي اسوري دون ان بروميي تون باغ لي باريير ناتوريل اون كا دون انفيكسيون la réaction inflammatoire se déclenche. Cette réponse immunitaire, on va dire non spécifique, vise à diriger les antigènes par phagocytose. En cas d'échec de cette réaction, le système immunitaire fait appel à la réponse immunitaire spécifique. La cinquième question, il y a relié par des traits, bien par des flèches, dans la production des lymphocytes T et B, fin de la moelle osseuse. Donneur universel, راه هو لو غروب سونغان او. ليميونيتي سبيسيفيك اميديياسيون سيلولير، يعني افوا سيلولير، راه عندها علاقه باللينفوسيت تي سيتو توكسيك. ديما ملي نقول لينفوسيت تي راه لافوا سيلولير. الجمله الاخيره هي لا سيلول سيبل دو فيروس في اتش، راه دائما هي لينفوسيت تي تي 4. بالنسبه لهاد ليكزيرسيس الثاني، هذا راه تيندرج في الجزء المتعلق بالريزونمون سيونتيفيك والكومونيكاسيون اكريت غرافيك، تتكون عليها 12 نقطه، باش هكا تكون 8 ديال لي ريستيتيسيون بليس هاد 12 بوان غتعطيك 20 في التوتال. ليكزيرسيس الاولاني هنايا عنده عليه 6 ديال النقاط. اشنو تيقول لنا في هذا ليكزيرسيس؟ قال لنا دون لو كادر دون فيزيت سكولير ا ان سونتر دو ريكاسيون دي زيليف دو لا 3ييم اني دي سيكل سيكوندير كوليجيال اون رونكونتري دو بيرسون فيكتيم داكسيدون دو سيركولاسيون، يعني تلامذ من نفس المستوى ديالكم ديال الثالثه اعدادي تعرفوا على مشاو لواحد المركز فيه واحد جوج الاشخاص تعرضوا لحادثات سيئه. هاد جوج الاشخاص هما رشيد واحمد، خدينا غير هاد جوج حالات ديالهم. بالنسبه لرشيد الي تاتا دون باراليزي دي مومبر دو كوتي غوش، يعني وقع له شلل الاطراف ديال الجهه اليسرى. وبالنسبه لاحمد الي تاتان دون باراليزي دي مومبر انفيريور، الاطراف السفليه هي اللي وقع فيها شلل. بوغ ايدي سي زيليف ا اكسبليكي لوريجين دو سي باراليزي لو ميديسان تريتون ا فورني لي دوني سويفونت، الطبيب باش يعاونهم يفهموا شنو اللي واقع عطاهم هاد المعطيات. البروميير دوني المعطى الاولاني قال لك لو طابلو 1 دوكيومون 1 ريزوم لي ريزولتا دو ليماجري دو ريزونانس مانيتيك، يعني ديال الاي ار ام دو لونسيفال اي دو لوميل ايبينيير شي لي دو بيرسون. هاد الطابلو نفسه هو هذا اللي الفوق. اشنو اللي فيه؟ كيقول لك بالنسبه لرشيد ملي دار لي ار ام لونسيفال ديالو ملي درنا ليه لي ار ام شنو لقينا؟ لقينا اون ليزيون بارسيال او نيفو دو لا زون دو ليميسفير سيريبرال دروا. دونك رشيد عنده الاصابه في ليميسفير
سيريبرال دروا. وملي درنا ليه لي غام لا مول ايبينيير لقينا بان ما فيها حتى شي مشكل، يعني عنده لا مول ايبينيير انتاكت، الوغ كو احمد لونسيفال ديالو هو انتاكت، بينما العكس يعني ديال رشيد لا ليزيون كانت عنده فين؟ كانت عنده في لا زون دون اون زون دو لا مول ايبينيير داكور، يعني كانت عنده لا ليزيون دون اون زون دو لا مول ايبينيير. السؤال الاولاني سي ديكريغ التلاميذ اللي كنا خدمنا معاهم بطبيعه الحال دوك لي تكنيك ايتترا، راه عارفين ديكريغ شنو غيديروا فيها، عارفين ديدوير شنو غيديروا فيها، وعارفين كيفاش كنديروا ليكسبليكاسيون. دونك ببساطه ديكريغ لي ريزولطا دو ليغام دو لونسيفال دو لا مول ايبينيير شي رشيد اي شي احمد، يعني قال لك سير عند رشيد وقول لي ليغام ديال لونسيفال ديالو شنو لقينا فيه، وليغام ديال لا مول ايبينيير شنو اللي لقينا فيه. وكذلك نفس الشيء بالنسبه لاحمد، الا بدينا برشيد مثلا غنقول له ما ودي فلونسيفال ليغام ديالو شنو لقينا، اذا الجواب غيكون كالاتي: présence d'une lésion partielle au niveau de l'hémisphère cérébral droit alors que la moelle épinière est intacte. يعني عاود غير داكشي اللي كاين هنايا هو اللي قلت لهم، هذه هي لا ديسكريبسيون غير توصف لي شنو شفتي. وبالنسبه لاحمد شي احمد نفس الشيء غنشوف داك نقول داكشي اللي كاين عندي هنا، سي présence d'une lésion partielle au niveau de la moelle épinière alors que l'encéphale est intacte. D'accord, l'encéphale intact ولكن عنده لا ليزيون او نيفو ديال لا مويل ايبينيير. دابا قال لك ديدويغ لا كوز دو لا باراليزي اوبسيرفي، شنو هو السبب ديال هذا الشلل عند رشيد وعند احمد؟ راه باين من الجدول السبب ديال الشلل عند رشيد سي لا ليزيون او نيفو دو ليميسفير سيريبرال دووا، وبالنسبه لاحمد الشلل كان السبب ديالو هو لا ليزيون او نيفو دو لا مويل ايبينيير. دابا قال لكم فو بازون سور سي دوني فو كونيسونس بيان سور اكسبليكي لا ريلاسيون انتر لا ليزيون اوبسيرفي شي رشيد اي لا باراليزي دو سي مومبر دو كوتي غوش. يعني شنو العلاقه ما بين ديك البلاصه اللي وقعت فيها لا ليزيون اللي هي ليميسفير سيريبرال دووا ولا بارتي غوش دو كور؟ بسيطه غادي نقولوا بان لا ليزيون دو لير موتريس دووات، هاد لير موتريس دووات شنو تدير؟ يل كونترول لا بارتي غوش دو كور. دونك بما ان لا ليزيون وقعت في هاد لير موتريس دووا دونك اون فا با يافوار لا برودكسيون دو لانفلو نيرفو موتور، دونك ابسونس دو لانفلو نيرفو موتور، وبالتالي غتوقع باراليزي دو مومبر دي مومبر غوش. داكور بالنسبه le B. Donc l'explication de la relation entre la lésion observée chez Ahmed et la paralysie du membre inférieur. Et là, on va dire que la lésion de la moelle épinière, qu'est-ce qui va se produire? Ça va être la non-conduction de l'influx moteur vers les membres inférieurs. Yani dik tariq hadak li nerfiti dozou ma la moelle épinière ou tijibou lna l'influx nerveux moteur, ghaylqaw bi anna la moelle épinière fiha une lésion, ou bitali hadak le message hadak l'influx nerveux moteur ma yqdrch idouz. Donc pas de conduction de l'influx nerveux moteur vers les membres inférieurs, ou bien il va avoir paralysie de ces membres, yani des membres inférieurs. هنايا بالنسبه لهذا الدوكيمون دو راه باين بانه كيهضرنا على لا موتريسيتي انفولونتير، يعني لي زيليمون دو لا موتريسيتي انفولونتير حتى هما غيكونوا. نبداو بالدوزيام دوني، قال لك هنايا ليكزامان ميديكال مونتر كو ليكسيتاسيون دو بيي غوش دو رشيد بروفوك ان موفمون دو فليكسيون انفولونتير دو سا جامب غوش. يعني الطبيب ملي خدا الرجل اليسرى ديال هذاك الشخص اللي ما تيتحركش هذاك رشيد، قام بالوخز ديالو بابره مثلا، ضربو بواحد الابره وهو يحرك الرجل ديالو، يعني ما كيقدرش يحرك الرجل اليسرى، ولكن اون فوا ضربناه بابره مثلا على مستوى ديك الرجل تيتحرك، يعني راه ما عندوش لا موتريسيتي انفولونتير، ما عندوش لا موتريسيتي باردون فولونتير، ولكن عنده لا موتريسيتي انفولونتير. اذا لي زيليمون ديال لا موتريسيتي انفولونتير ايل سون سان اي انتاكت. داكور هنايا قال لنا في السؤال اكسبليكي سو موفمون دو فليكسيون انفولونتير دو لا جامب غوش اون انديكون سور لو شيما دي دوكيمون 2 هاد العناصر. اش غنوري هنا؟ قال لك خصك تقول تذكر لي لي نون ديال لي زيليمون، يعني ا بي سي، وتقول لي لا ناتور دو لانفلو نيرفو 1 اي 2، تقول لي شكون فيهم واش موتور ولا سونسيتيف، وتقول لي لو سونس دو لانفلو نيرفو يعني دير دي فليش. داكور اذا الجواب ديالك غيكون هكا: ريسيبتور سونسيتيف يعني لا بو، وهنا غادي تكتب ليه لانفلو نيرفو سونسيتيف ولا تكتب ليه سونتريبيت كذلك، وتزيد واحد السهم هنا باش تقول بان هذا هو المسار ديال لانفلو نيرفو، هذا هو لو تراجي ديالها، وغادي تكتب هنايا لا مويل ايبينيير يعني سونتر دو ريفلكس، ونزيدو كذلك نكتبو هنا لانفلو نيرفو موتور يعني سونتريفيوج، وما نساوش السهم باش نحددو ديما لو تراجي اللي كينتهي فاش؟ كينتهي عند لورغان افيكتور يعني هو لو ميسكل. اذا هاد العناصر كلها تكون لو نون ديال ا بي سي هما، قال لك لا ناتور ديال لانفلو نيرفو هذا سونسيتيف هذا موتور، ولي فلاش ما تنساهمش. داكوغ هذا جواب كامل عليه نقطة ونص، خص يكون هاد العناصر كامله ولا تاخذ ديك النقطه ونص. داكوغ غادي نمشيو لهنايا. دابا ليمينيتي يعني الدوزيام اكزارسيس اللي عليه حتى وسط النقط، قال لك لو بير دو فاطمة ايت اتان دون غريب ايغ، يعني قاسو واحد لا غريب حاده مالغري كي لايتي فاكسيني لاني ديرنيير كونتر لو فيروس ريسبونسابل دو لا غريب سيزونيير، واخا خدا لقاح ضد لا غريب العام اللي فات، ولا غريب راه نوع ديال لي فيروس، نتوما راكم عارفين لي فيروس كيتبدلوا بسرعه كيما شفنا في كورونا ديك التوقيته،
كتخرج لك كمثال الفاريون داك المتحور الفا بيتا اتسيتيرا، يعني سريع هذا التغير. بحال فيروس السيدا، كاع الفيروسات عندهم هاد لا بروبريتي ديال لو شونجمون رابيد، داكوغ، كيبدلوا الشكل ديالهم تيبان بحال فيروس جديد، داكوغ. دونك قال لك هنايا بوغ ايدي فاطمه ا كومبروندر بوركوا لا فاكسيناسيون ني با ايفيكاس بور بروتيجي سون بير كونتر لا غريب سيت اني، اون بروبوز ديكسبلوتي دي دوني سويفون. بروميير دوني قال لك لو دوكيمون سي دوسو، هذا الدوكيمون هذا بريزونت لا فارياسيون دو تو دي زانتيكور شي اون بيرسون ادولت فاكسيني بار لو فاكسان دو تيتانوس اي بار لو فاكسان دو لا غريب بي كونتاميني ان ان ابري بار لو تيتانوس اي لا غريب. يعني عطينا فاكسان تسنينا عام، عاد عطينا عاوتاني تيتانوس مع لا غريب، عطينا فاكسان ضدهم بجوج وموراها بعام عطيناهم لي زونتيجين ديالهم بجوج. كما تيبان هنا عطينا الفاكسان ومشينا 12 شهر وعاد عطينا عاوتاني لونتيجين، داكوغ. ملي كنشوف الى جينا نشوفو مثلا بالنسبه للتيتانوس، غادي نلقاو باننا عطيناه الفاكسان ها هو صوبنا لي زونتيكور من بعد نقصو. المهم فاش داز العام عطينا عاوتاني تيتانوس اخر، داكوغ، ماشي هاد المره فاكسان، هاد المره اونتيجين. هاد التيتانوس ادى الظهور ديال المناعه، يعني كانت ضدو واحد لا ريبونس ايمونيتير، حيت الجسم دار واحد لا ريبونس رابيد اي انتونس قويه وسريعه وصوبنا بزاف دي زونتيكور كثر حتى من النوبه الاولى، يعني انه عنده واحد الميموار ايمونيتير على هاد التيتانوس. بينما بالنسبه لا غريب، اون فوا كمل العام فاش عطينا ان اوتر فيروس دو غريب، اشنو اللي وقع؟ ما كانش اون ريبونس ايمونيتير، يعني بحال الا ما عندناش اون ميموار على هاد لو فيروس دو لا غريب، داكوغ. دابا كيفاش غادي نجاوبوا على هاد الاسئله اللي مطلوبه منا؟ الحاجه الاولى قال لك ديكريغ، راه هضرنا على ديسكريبسيون كيفاش دير، قال لك ديكريغ لا فارياسيون دو طو دي زونتيكور اونتي تيتانوس اي لا فارياسيون دو طو دي زونتيكور اونتي غريب شي سيت بيرسون. اذا غادي نوصف، قال لك في الحاله ديال التيتانوس وفي الحاله ديال لا غريب. نبدا بالتيتانوس، اشنو خصني نلقى في التيتانوس؟ راه باين هنايا تيبان لك هاد لا ريبونس، وراه نردو البال مزيان داكوغ، حيت خصني ندير لا ديسكريبسيون هنا ابري فاكسيناسيون ونعاود عاوتاني ابري كونتاميناسيون. اذا دو بارتي غتكون في كل جواب، ابري فاكسان هيا ابري فاكسيناسيون شنو لقينا؟ اون اوغمونطاسيون بي اون ديمينيسيون، هادو جوج عناصر مهمة تذكرو. لوغمونطاسيون ها هي حتى السيزيام موا كانت لا فالور تقريبا 8 يو ا داكوغ، ومن بعد يعني اون تيرابيتخير، ومن بعد كانت اون ديمينيسيون، هادي فين؟ ابري فاكسيناسيون، اذا اوغمونطاسيون ديمينيسيون. بينما ابري لا كونتاميناسيون، من بعد ما درنا لا كونتاميناسيون هاد الشخص هذا شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو بين ان كاينه اون اوغمونطاسيون رابيد انتونس، هنا كانت اون اوغمونطاسيون رابيد بسرعه تصوبو لي زونتيكور، وكانت انتونس حيت الكميه ديال لي زونتيكور كثيره سويفي دون ستابيليتي. ليسونسييل هو هذا، ذكر ابري فاكسيناسيون ابري كونتاميناسيون. ودو ميم بالنسبه لا غريب، غادي نقولو ابري فاكسيناسيون اشنو لاحظنا هنا؟ كانت اون اوغمونطاسيون بي اون ديمينيسيون جوسكا ديسباريسيون، حتى اختفاو هاد لي زونتيكور في لو دوزيام موا، داكوغ. بينما ابري لا كونتاميناسيون كيما تيبان لك هنا، ابري لا كونتاميناسيون ما كاينش كاع ان طو ديال لي زونتيكور، يعني غنقولو لو طو اي نول، يا ابسونس دونتيكور، داكوغ. سي بيان، هادي لا ديسكريبسيون، غير وصفنا، غير قلنا شنو اللي شفنا. دابا غادي نمشيو لاج، غادي نمشيو ليكسبليكاسيون. اشنو غنديرو؟ غنديرو ليكسبليكاسيون دو لوغمونطاسيون رابيد اي امبورطون دو طو دي زونتيكور اونتي تيتانوس ابري كونتاميناسيون. علاش بالضبط في التيتانوس هنا كانت هاد لوغمونطاسيون كانت رابيد اي انتونس؟ علاش؟ كلمة المفتاحية في هادشي كامل هو غادي تذكر له الميموار ايمونيتير، كانت غابيتي انتونس لان الجسم ديال هاد الشخص كانت عنده اون ميموار ايمونيتير، دونك غتكتب بريزونس دون ميموار ايمونيتير كونتر لو تيتانوس. ليسونسييل هو تذكر هاد القضية ديال الميموار ايمونيتير. سؤال تالت، بروبوزي اون هيبوتيز بور اكسبليكي لابسونس دو برودكسيون دي زونتيكور انتي غريب ابري كونتاميناسيون بار لو فيروس دو لا غريب. علاش في لا غريب ما كانش اون ريبونس ايمونيتير ملي درنا لا كونتاميناسيون لهاد الشخص هذا من بعد عام؟ علاش؟ قال لك عطيني واحد ليبوتيز، ليبوتيز غنبداها بوتيتر، غنقول بوتيتر، ونعطي واحد ليبوتيز اللي هي كونفونابل، اللي مناسبه، داكوغ، واحد ليبوتيز اللي منطقيه، داكوغ. من قبل ماذا؟ هاد ليبوتيز اللي هنا مثلا راه يكون كمثال التلميذ، ربما يكون عدد كبير من التلاميذ داروها، يكون كمثال التلميذ كيقرا الامتحان ديالو كامل، وهذا الشيء باش مهم انك تقرا الامتحان ديالك كامل، غتقرا هاد دوزيام دوني. شوف هاد المعطى الثاني شنو قال لك؟ قال لك لي زيتيد ايبيديميولوجيك مونتر كو كونتخيغمون ا لا باكتيري تيتانيك chaque année de nouveaux virus responsables de la grippe saisonnière apparaissent. قال لك الدراسات الوبائيه كتبين بان على عكس البكتيريات بحال البكتيريا ديال التيتانوس، كل عام الفيروسات ديال هاد لا غريب تيطوروا، داكوغ، تيبانوا فيروسات جداد، يعني شكل جديد، يعني خصك مناعه جديده ضدهم، وبالتالي داكشي علاش تتمرض بالرواح هاد العام والعام اللي مورا تمرض عاوتاني بالرواح ايتترا، صافي، حيت لي فور ما تيتسالوش ديال لي فيروس، لي فيروس كيشانجيو لا فورم ديالهم رابيدمون، يعني كيبانو دو نوفو
دو نوفو فيغيش شاك اني شاك سيزون داكوغ. اذا بسيطه ممكن هذه تكون فرضيه ديالي، غادي نكتب بوتيتر دو نوفو فيغيش ريسبونسابل دو لا غريب سيزونيير اباريس داكوغ مثلا، وكثر لي لي زوتر زيبوتيز ولكن خصها تكون منطقيه فقط داكوغ. دونك هذا السؤال تاع هو 05. غادي نمشيو دابا للكاتريم كيسيون، قال لكم فوبازون سور لي دوني بريسيدونت اكسبليكي فسر بوركوا لا فاكسيناسيون ني با ايفيكاس بور بروتيجي لو بير دو فاطمه كونتر لا غريب ابري كونتاميناسيون. فسر لهم علاش هاد الفاكسيناسيون ما كافياش ماشي فعاله باش تحمي لو بير ديال فاطمه. دونك في ليكسبليكاسيون في التفسير انت غتقولي بان لا فاكسيناسيون راه باينه شنو تدير، تكسب الانسان مناعه كدير لاكيزيسيون دون ميموار ايمونيتير كونتر واحد لونتيجين سبيسيفيك، يعني كتعطيك واحد الذاكره مناعيه ضد واحد العنصر معين لونتيجين سبيسيفيك داكوغ، ضد هذاك العنصر بالضبط ماشي ضد شي واحد اخر. وعلى هذا الشيء هذا ملي غادي توقع لا كونتاميناسيون باغ ان نوفو فيروس يعني باغ ان نوفو انتيجين داكوغ، غادي تكون ابسونس ديال لا ميموار ايمونيتير، ما غاتكونش عنده واحد لا ميموار على هذا الفيروس الجديد داكوغ، حيت الميموار الفايته راه سبيسيفيك. دونك في هذه الحاله لو بير دو فاطمه نو فو با اتر protéger contre ce nouveau virus. D'accord? Donc la cinquième question est votre hypothèse est-elle en accord avec ces données? Justifiez votre réponse. La chose que vous voulez, en accord ou non, vous dites elle est le d'accord? Et dans le simple, par exemple, la première question, vous dites sont en accord, d'accord? On dit l'explication parce que quand il y a la mémoire immunitaire, etc. Ou alors, même qu'il y ait des actes, vous n'êtes pas en accord. La chose que je vous pourquoi? Bien, la dernière question, c'est la sixième question, c'est proposer une mesure qui permet à la vaccination d'assurer la protection contre la grippe saisonnière. يعني يقول لي شي طريقه اللي غادي تخليه تبقى عنده مناعه ضد هاد لا غريب اللي كتجي كل عام، يعني يبقى ياخذ الفاكسان كونتر لا غريب ديال كل عام، وبالتالي سو فاكسيني شاك سيزون كونتر لو فيروس دو لا غريب. فوالا دونك هذه هي لا ريبونس. بالنسبه للشبكه ديال التصحيح لانغري ديال الكوريكسيون هي هذه، غنخليها لكم في اول كومونتير باش الا بغيتو تجمعوا النقاط ديالكم باش دير واحد النقطه تقريبيه لداكشي اللي عندك ان شاء الله في النقطه ديال الجهوي. بالتوفيق لجميع التلاميذ ان شاء الله، بالتوفيق لكم جميعا. السلام عليكم.